الهيبوثيرابي أو العلاج بركوب الخيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمهات أطفالنا في كل مكان. معكم دكتور عبد الله عابدين، بكالوريوس العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، ومعيد بكلية العلاج الطبيعي جامعة الأهرام الكندية. طبعا لو دي أول مرة تشوفوا حلقات لمركز الطفل للعلاج الطبيعي للأطفال، فلو دخلتوا على الصفحة الرئيسية هتلاقوا قوائم التشغيل، هنضغط عليها نلاقي كل الفيديوهات الخاصة بالمركز من أول ما ابتدينا القناة. كمان جميع وسائل الاتصال معنا، صفحة الفيسبوك، الانستجرام، الواتساب، جروب عالج طفلك بالمنزل، كلها هتلاقوها في الوصف تحت الفيديو. كل اللي عليكم تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. ندخل على طول في موضوع اليوم. حلقة اليوم عن الهيبوثيرابي أو العلاج بركوب الخيل. إيه العلاج بركوب الخيل ده؟ هو نظام علاجي بيستخدم فيه ركوب الخيل، وبالمناسبة سواء الحصان أو الحمار، أي حاجة من الاتنين، لمساعدة أطفال الشلل الدماغي بشكل كبير أو حتى أطفال التأخر الحركة، لأنه بيركز على التوازن لدى الطفل وتحسين ديناميكية الحركة أو الحركة الوظيفية لدى الطفل. إيه بقى فكرة الهيبوثيرابي أو العلاج بركوب الخيل؟ فكرة ببساطة إن إحنا بنجيب الطفل وبنحطه على الخيل سواء الحصان أو الحمار، وحركة الخيل الاهتزازية أثناء السير هي دي اللي بتحفز الاتزان لدى الطفل، خاصة الاتزان، لأن هي بتنبه المستقبلات الحسية للاتزان بشكل كبير جدا. طيب الهيبوثيرابي أو العلاج بركوب الخيل ده نستخدمه مع أنهي نوع من الشلل الدماغي أو مع أي قدرات حركية لدى الطفل؟ يعني الطفل اللي في أنهي مستوى نقدر نستخدمه معاه؟ لا، هو نقدر نستخدمه مع كل المستويات، من أول الهيد كنترول أو التحكم في الرأس لحد الجلوس والوقوف والمشي، لأن البعض كان لديهم اعتقاد خاطئ أنه مخصص للجلوس والوقوف فقط أو للجلوس والمشي فقط، ولكن هو بيستخدم لكل المراحل الحركية لدى الطفل. النقطة الثانية، أنه كان البعض بيفكروا أو بعض المفكرين والباحثين بيفكروا ليه إن إحنا ما نستعدش عن ركوب الخيل دي إن إحنا نجيب أجهزة تعمل نفس الوظيفة؟ للأسف لا، لأن هم وجدوا أنه مش فقط الحركات الاهتزازية الخاصة بالخيل هي اللي بتساعد الطفل، كمان الحرارة المنبعثة من الخيل دي بتساعد الأطفال الشلل الدماغي، خاصة العضلات المشدودة والعضلات اللي فيها التشنجات، إن العضلات دي تسترخي وبالتالي بتساعد الطفل بشكل أكبر عن الأجهزة. إيه بقى فوائد الهيبوثيرابي أو العلاج بركوب الخيل؟ طبعاً رقم واحد، تحسين التوازن وتقوية العضلات على مستوى الجسم كله. رقم اثنين، بتقلل التشنجات لدى الطفل، ولكن نخلي بالنا المقصود بالتشنجات هنا التشنجات العضلية، يعني الطفل اللي عنده عضلات مشدودة هتساعد العضلات دي على الاسترخاء. ثالث حاجة، بتحسن البادي اورينتيشن، ودي المقصود بيها انه احساس الجسم باللي حواليه، يعني مثلا لو انا لفيت راسي كده وعايز ابص عليك، فاقدر ان انا وانا بلف راسي اثبت عيني على الحاجة اللي قدامي، او ان انا مثلا هقع كده فاعدل راسي للوضعية المظبوطة. وطبعا بتحسن المستقبلات الحسية بشكل كبير، لان هي بتنبهها باستمرار. تحسين مجال الرؤية وتناسقها مع حركة الجسم، لأن زي ما قلنا إن أنا وأنا على الحصان جسمي ممكن يتحرك يمين وشمال وقدام وورا مع الحركة الاهتزازية الخاصة برجل الحصان، فبالتالي أنا بحاول إن أنا أفضل محافظ على مجال الرؤية اللي أنا ببص عليه، أو إن حركة الجسم لازم يبقى فيها تناسق مع حركة العين وأنا ببص على الطريق بتاعي، فبالتالي بقدر أعمل تناسق ما بين حركة الجسم ومجال الرؤية. آخر وأهم نقطة معانا، العامل النفسي. وجدوا إن العلاج بركوب الخيل ليه عامل نفسي قوي وحافز قوي للطفل على إنه يحسن الحالة المزاجية للطفل، ويحسن الثقة بالنفس لدى الطفل وإحساسه بالمخاطر وإزاي يواجهها، لأنه هيبقى على الحصان وخايف إنه يقع، فبالتالي ليه فايدة كبيرة جدا على الحالة النفسية للطفل. وزي ما عارفين إن أي حاجة زي ما ليها فوائد أكيد هيبقى فيه بعض المخاطر أو بعض المحاذير اللي لازم ناخدها معاها، وأولها إن لازم الحد اللي يشتغل بالهيبوثيرابي يبقى عنده القدرة البدنية إنه يشتغل أو عنده مهارة ركوب الخيل، بالإضافة إلى إنه يكون مختص في العلاج الطبيعي. طبعاً لو إن دي حاجة صعبة، إنه يكون على الأقل معانا حد علاج طبيعي وحد مختص في ركوب الخيل. وفي بعض الحاجات اللي طبعاً بيتمنع العلاج بركوب الخيل معاها، زي إن يكون الطفل لسه عامل عملية فطبعاً فيها مخاطرة، لأن الحركة دي ممكن تأثر على وضعية العملية دي، أو وجود تشوهات بالعمود الفقري، أو أطفال اللي عندهم مثلا خلع بمفصل الحوض لأن ممكن حركة غلط تزود وضعية الخلع دي، التشنجات العضلية الشديدة لأنه
الأطفال اللي بيبقى عندهم تشنجات عضلية شديدة مع حركة الابتزاز أو إحساسه بالخوف هيزود التشنجات دي، فبالتالي هتبقى ليها تأثير سلبي مش إيجابي. وطبعا لو طفل أقل من مرحلة الجلوس أو مش قادر يتزن أثناء الجلوس، أو إحنا بنتكلم في مراحل أقل زي إنه مثلا التحكم في الرأس أو الاتزان من وضعية النوم على الظهر أو النوم على البطن، فلازم طبعا يكون المختص راكب الخيل مع الطفل ده. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الهيبوثيرابي أو العلاج بركوب الخيل. طبعا ما تنسوش جروبنا على الفيسبوك، جروب عالج طفلك بالمنزل، واللي هتلاقوا عليه كل فيديوهاتنا السابقة، وكمان بنجاوب فيها على استفسار الأمهات والآباء عن بعض الحاجات المعينة اللي بيستفسروا عنها لو الحاجة دي ما تستدعيش ان احنا نعمل لها فيديو على اليوتيوب. طبعا ما تنسوش تعملوا اعجاب بالفيديو، اشتراك بالقناة، ونفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. وطبعا احب افكركم ان احنا عاملين سلسلة فيديوهات التحكم في الرأس والجلوس والتقليب وتمرينات الوقوف، كلها هتلاقوها في شاشة النهاية اللي هتظهر قدامكم دلوقتي، نقدر نشوفها ونستفاد منها. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.